والله ما عرفت والله شكون اللي غينقد الموسم، ولكن كيف ما كتعرفوا انتم راه ولاد الدار البيضاء، مباراه ديال الديربي عندها خصوصيات ديالها، ما كيعنيش على انك تكون بطل راه صافي كتضمن النتيجه ديال الانتصار ولا كتكون ضامن هذيك النتيجه على انك غتربح. خاتكون الرجاء او الوداد هما اللي كيحتلوا مراكز او كيمروا واحد المرحله ديال الشك، ديما كتلقى الديربي عنده خصوصيات وكيتلعب على جزئيات بسيطه، واللي كيكون مونطالمون محضر الماتش مزيان هو اللي كيديه. دونك داك الفاكتور بسيكولوجيك اي تري امبورطون في هذا الماتش هذايا. الاقرب باش يدي النتيجه على الورق انا بور مو هو الرجاء، بزاف ديال العوامل، لانه الوداد ارتاحت بزاف فهمتيني في واحد الظرفيه اللي كان خصهم يكملوا العام، اللاعبين يصبروا شويه ويديروا دي ساكريفيس باش يسالوا عليهم هذا الماتش هذايا، باش ياخذوا واحد الفتره ديال الراحه اللي تعاونهم يخليهم يدخلوا لاكوب دارها بواحد النفس جديد. دونك بور مو انا الماتش ايكيليبري، حتى انا ود الدار البيضاء كنتمنى حد موفق للفرق بجوج، لانه بجوج كان بجوج مثلتهم وبجوج عزاز عليا، وانا شاد العصا من الوسط عرفتي. دابا كاين شحال من واحد غيقول لك هذه لغه ديال الخشب، ولكن انايا عندي وداديين اصحابي وعندي رجاويين خوتي، كنتمنى الروح الرياضيه تسود، واللي كان تفوق في التيران هو اللي يربح. مرحبا. شي كلمه بخصوص ابناء عصام الشرعي الايفنترون. انا جيت سعيد بالمستوى الكبير اللي كيقدموا اللي كتقدموا ليكيب ناسيونال سورتو في هاد لاكاتيجوري هادي، وهاد الانجاز هذا اللي قريب غيكون تاريخي، لانه كنا خسرنا فينال ما ربحناهاش الا بقيت عاقل في 2011 ولا 2012. كنتمنى ان شاء الله نفرحوا الشعب المغربي، ومازال كاين الخير بالنسبه لهاد لاكاتيجوري هادي، كاين الخير ان شاء الله، لان مرايه ديال ليكيب ناسيونال وكاين بوكو دو بوتونسيال، وكنتمنى ان شاء الله على ان يخليو الكاس في المغرب، وحنا كلنا ثقه فيهم باذن الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.